بشأن سؤال حول الجهة التي نفذت الهجوم على قاعدة عين الأسد غربي الأنبار عقب تبني جماعة جديدة تطلق على نفسها ثوريون، وإعلان العراق القبض على 5 عناصر من المشاركين في الاستهداف، قال سابرينا سينغ نائب المتحدث باسم البنتاغون إن جماعة مدعومة من إيران هي المسؤولة عن القصف، مشيرة إلى أن واشنطن سترد على الضربات لحماية قواتها. نعلم أن جماعة شيعية مدعومة من إيران هي المسؤولة عن هذا الهجوم. هل سأتحدث معك عن تقييماتنا الاستخباراتية هنا على هذه المنصة؟ لن أفعل ذلك بالطبع. أنا لم أطلع على البيان الصادر عن هذه الجماعة، لكن ما أستطيع أن أقوله لك إننا نحتفظ دائما بالحق في الرد لحماية قواتنا، وسأكتفي بهذا القدر.